معكم لطيفة من الصويرة. يعني أنا دابا تزوجت وأنا استقرت في كازا. المهم المشكل ديالي، يعني كنت تزوجت بواحد السيد مدة 4 سنين، في الأخر ملي كنت حاملة ببنتي قالك خاصك تحيديها. يعني أنا رفضت أنني نحيدها، ما بغيتش نحيدها، يعني ما بغيتش نتبعو ونعصي الله. خليته وتفارقنا، يعني عامين دابا. ملي كنت في الطلاق، ما القاضي كيقول لك خاصك تبلغي. هو غابر شحال عامين دابا، باش غابر بنتي دابا عندها عام وشهرين. لا ما كيصرفش، قلت لك ما عمرها شافها نهائيا. دابا بنتي عندها عامين وشهرين، ما عمرها شافها اصلا. من الاول ما باغيهاش، حيت هو ديجا عنده جوج وليدات، عنده بنيه ووليد، وبنتي ما باغاهاش. ودعيت وحطيت بنتي على سميت المخزن، واخا عندها باها وعندنا قاعه زوج، حطيتها على سميت المخزن حيت هو ما كاينش. كيتعاونوا معايا الناس الصراحه، يعني انا ما خداماش، حيت فيما كنمشي نخدم كيقول لك لا، حيت تي باقا مرتك. كنقول له طلقني ولا هز بنتك، كيقول لك ما غنهزك، ما غنطلقك، غنخليك هكاك. ما كاين لا دليل لا والو. دعيتو على السير، كيقول لك القاضي لا خاصك تبلغي، وانا ما عرفتش فين كاين، فين غنبلغ. ودابا كيتعاونوا معايا الناس في الكراو، كيتعاونوا معايا. دابا جا الافراغ على الدار حيت غتهدم، قالت لك مولات الدار خاصك تخرجي ضروري، وانا ما عندي باش ندير التصبيق، وما عندي باش نكري. الناس كيتعاونوا معايا، وشي مرات كتمرض والله ما كنشري ليها هادو، كنخليها بكوك تضرب. العائله الصراحه رافضين الطلاق، ما بغانش نطلق. قالوا لك لا ما تطلقيش دابا، يرجع فين هو؟ عامين دابا ما كيسول حتى في بنته، وانا باغا نطلق. ولكن ما القاضي كيقول لك لا خاصك تبلغي. كنمشي ندفع الوراق، كيقول لك لا خاصه هو يحضر. صافي تنعيو ورجع. دابا انا مش غنقول لك، حرت من بزاف د الحوايج، خايفه دابا على بنتي، ما خايفاش على راسي. كنشوف هادي، ما انا كون انا ما يهمنيش راسي نهائيا، كتبقى فيا بنتي. اللي قلت لك رافضين الطلاق، قال لك ما تطلقيش، قال لك دابا يرجع دابا يدير عقل. ما عرفتي متى غيدير عقل. دابا عامين هو غابر، ما كيسولش في بنته، ما كيصير عليها ما والو. كيتعطى الشراب وكيتعطى سميتو، عيب في الديره كيتعطى لي. يعني ديك 4 سنين ديال الزواج دوزا لي عذاب، ما عرفاش بلي كيتعطى لهاد الشيء نهائيا. يعني تعرفنا داك الزواج جا على فلاس، تعرفنا في السيمانه، تزوجنا في السيمانه، يعني الزواج ديال الوالدين، ماشي تعرفت عليه خرجت معاه ولا جلست معاه ولا جلست معاه. لا داك الزواج ولا ديال، يعني الزواج تقليدي كيما كنطلب منهم يعاونونا غير نكري بعدا، غير ما نخرجش انا وانت هاد الزنقه. لان انا جانا الافراج، قالت لك خاصك تخرج، راه كتشوف البيت بعينك كي داير. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.